وفاة أمير جزر البليار. في هذه السنة توفي الأمير إسحاق بن محمد بن علي المسوفي، كان صاحب الجزر الشرقية في الأندلس المسماة بجزر البليار، وهي جزر مايوركا، مينوركا، إبيزا، وعاصمتها مايوركا. أنشأ جيشاً وأسطولاً لغزو الروم، وكانت له في كل سنة غزوتان. كانت علاقاته جيدة مع دولة الموحدين في المغرب العربي. أصيب إصابة بالغة في حلقه في إحدى غزواته لبلاد الروم، فحمل إلى قصره وتوفي بعد أيام.